في أولاد كتير حبت اللعبة، كتير حبت كيف الشخصية عم تنتقل من مرحلة لمرحلة. شو هني الأوتيل اللي ممكن الولد أن يكون عم يستخدمهم بالزراعة ليقدر يحمي حاله؟ لعبة دريم بين تعلم العالم كيف يحمو حالهم بالزراعة، إنه نبعد عن الآلات الحادة، إنه ما نخوض للزراعة إلا لعمر 18. نتعلم من البسطائي والكفوف، شرح واشلة البندورة، ولازم نضل نشرب مي صحية.